بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي من متابعي منصة الأسكولات التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. النهاردة هناخد فرع التفاضل وهناخد من الوحدة الثالثة الدرس الخامس اللي عنوان الدرس بيقول عليه بحث نهاية دالة عند نقطة. تعالوا نفسر كده عنوان الدرس بيقول إيه. بحث نهاية دالة عند نقطة يعني معنى كده أشوف أو أبحث عن الدالة دي لها نهاية ولا ملهاش نهاية. إذن الدالة عشان تكون لها نهاية لها شروط معينة، وعشان الدالة ما تكونش لها نهاية لها برضو شروط معينة لازم اعرفها من خلال الامثلة والتمرين اللي هنشوفها. طيب لو الدالة لها نهاية ايه هي الشروط؟ اول حاجة بشوف النقطة اللي هو عايز يبحث وجود نهاية عندها ولتكن نقطة الف، وبعد كده بجيب النهاية اليمنى لهذه النقطة وليكن تطلع بخمسة مثلا، وبعدين اجيب النهاية اليسرى للدالة دي عند نقطة الف برضو تطلع برضو بخمسة. لو النهاية اليمنى طلعت بتساوي النهاية اليسرى كل واحدة بتساوي خمسة، يبقى هقول في الحالة دي اذا الدالة لها نهاية ونهايتها تساوي خمسة عندما س تقترب من الف. طيب الدالة ما يكونش لها نهاية امتى؟ لو جبت النهاية اليمنى وطلعت بخمسة وجبت النهاية اليسرى وطلعت بتلاتة او باربعة او باي رقم غير الخمسة، يبقى في الحالة دي الدالة ليس لها نهاية. كل الفقرات او الانواع اللي انا قلتها هنشوفها من خلال مجموعة من الامثلة والتمارين. خليكم معنا وما تروحوش بعيد، ويلا نبتدي. عشان اجيب نهاية او اعرف ان الدالة دي اذا كان لها نهاية ولا ملهاش نهاية، هنفرض مثلا ان عندي خط اعداد بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، وهنا طبعا في موجب ما لا نهاية، وهنا كده في سالب ما لا نهاية، وهنا في كده نقطة الف، والمفروض ان انا عايز ابحث وجود نهاية حول نقطة الف. فبعمل ايه؟ باجي على اليمين هنا كده وبجيب نهاية اسمها نهاية يمنى لما س تقترب من الالف اللي على اليمين، وبعدين هجيب نهاية يسرى من عند نقطة الف من على اليسار. والله لو طلعت النهاية اليمنى بتساوي عدد وليكن لام، والنهاية اليسرى بتساوي نفس العدد وليكن لام، يبقى معنى كده الدالة لها نهاية ونهايتها تقترب لما تقترب من ألف ونهايتها بتساوي لام. ده معنى الكلام اللي مكتوب عندنا هنا كده. يقال إن النهاية دال لها نهاية تساوي لام إمتى؟ الدالة يكون لها نهاية ونهايتها تساوي لام إمتى؟ لما سين عندما سين تقول إلى لام أو سين تقترب إلى لام. إمتى بقى الكلام ده كله؟ إذا وافقت، إذا كان شرط، إذا كان نهايتها يعني الاثنين النهايات بتوع اليمين والنهايتها من اليسار زي ما قلنا كده من على اليمين ومن على اليسار، عندما سين تقول إلى ألف يعني سين تقترب إلى ألف متساويتين، يعني بيساوي إيه؟ بيساوي لام اللي هي موجودة فوق هنا عند حيث لم تنتمي لأي عدد إيه؟ لأي عدد حقيقي. طيب أدي الشرط اللي موجود عندي كده، ده تفسيره. نهاية الدالة دال س بتساوي لام إمتى؟ النهاية يطلع لها إمتى الدالة يطلع لها نهاية ونهايتها بتساوي أي عدد وليكن لام لو اتحقق الشرطين دول. هجيب النهاية اليمنى يعني دي اسمها النهاية اليمنى س تقترب من ألف من على اليمين، واجيب النهاية اليسرى لو النهاية اليمنى تطلع بتساوي النهاية اليسرى يبقى الدالة كده لها نهاية ونهايتها بتساوي لام عندما س تقترب من إيه؟ س تقترب من ألف. طيب المثال ده بيقول الشكل اللي موجود عندي ده، هل الدالة لها المنحنى بتاع الدالة دي له نهاية عندما س تقترب من الاثنين أو س أكبر من الاثنين وس أقل من الاثنين؟ دي نهاية ذو قاعدتين أو أكثر معرفة على أكثر من قاعدة، يعني القاعدة الأولى س ناقص واحد لكل س أكبر من اثنين، والقاعدة الثانية ثلاثة ناقص س لما س أقل من الاثنين. أقول له طيب ماشي، أنت بتتكلم على إيه؟ على الاثنين. خلي بالك الاثنين هنا مش معرفة، هنا الفترة بتاعتها او الفتحة بتاعتها من هنا من عند الاثنين، يبقى هنا الاثنين مش معرفة. مش معنى النقطة اللي انا هبحث عندها الدالة النهاية مش معرفة يبقى الدالة ملهاش نهاية، لا. طب هنشوف كده دلوقتي. طيب هقوم اعمل ايه؟ عايز اعرف الدالة دي لها النهاية عند الاثنين دي ولا ملهاش نهاية؟ اقول له هجيب لك النهاية اليمنى واجيب لك النهاية اليسرى واشوفهم بيساوي بعض.
طيب انا هجيب النهايه اليمنى، هجيب من هنا النهايه اليمنى للداله، نهايه لما س تقترب من الاثنين اللي على اليمين، واشوف الفرع فين الاثنين اللي على اليمين اللي هو الاكبر من الاكبر من اللي هو س ناقص 1، يبقى س ناقص 1 بتساوي، هعوض عن س بكام؟ ب2، يبقى 2 ناقص 1 تطلع بكام؟ تطلع ب1، يبقى النهايه اليمنى تطلع ب1. جميل، هجيب النهايه اليسرى لما س تقترب من 2 اللي على الشمال، فين الاثنين اللي على الشمال؟ اللي عند اقل من دي، اللي عند اقل من. جميل، 3 ناقص س، يبقى هنا كده 3 ناقص س بتساوي 3 ناقص س بواحد او س باتنين، تطلع بكام؟ بواحد. طلعت النهايه اليمنى بتساوي النهايه الايه؟ اليسرى. يبقى في الحاله دي الداله لها نهايه ونهايتها تساوي واحد. طب شكل تاني، يلا نفس الحكايه، عايزين نبحث وجود النهايه عند الصفر، عند الصفر هنا. طيب جميل، الصفر برضو خلي بالك الصفر مش معرف هنا، لان 2 هنا مفتوحه والسالب 2 هنا مفتوحه، يبقى الداله ليس لها نهايه. ممكن الداله يطلع هنا ليس لها نهايه، بس مش علشان الداله مش معرفه عند الصفر، ولكن للاسباب الثانيه اللي احنا هنقولها. طيب عايزين نعرف الداله لها نهايه ولا ملهاش نهايه؟ هتقول لي برضو نفس الحكايه، هجيب النهايه اليمنى لما س تقترب من الصفر اللي على اليمين، الصفر اللي على اليمين او النهايه اليمنى لما عند الاكبر من، فين الفرع الاكبر من؟ اللي هو ده، اللي هو كام؟ 2، يعني تطلع بكام؟ تطلع ب2. طيب هجيب النهايه اليسرى لما س تقترب من الصفر اللي على الشمال، كنت كام هنا؟ سالب 2، اللي هي اقل من سالب 2، تطلع بكام؟ تطلع بسالب 2. طب هل النهايه اليمنى بتساوي النهايه اليسرى؟ لا، يبقى اذا الداله ليس لها نهايه، ليس لها نهايه. تمام كده، لكن الداله دي لها نهايه. طيب نشوف بالامثله، اذا كان ده س بيساوي، ده لذو قاعدتين، الفرع الاول، الفرع الاول 2 س زائد كسر في مقياس س ناقص 3 على 3 ناقص س، بشرط ان س اقل من 3. الفرع الثاني 4 زائد س وس اكبر من 3. ابحث وجود نهايه للداله عندما س تقترب من كام؟ عندما س تقترب من 3. طيب في عندي مشكله، الكسر ده لازم يتبسط، يتبسط ازاي؟ المقياس ده لوحده كده محتاج اعاده تعريف، بس اعاده تعريف ايه؟ جوه الشرط ده اللي هو س اقل من كام؟ من 3. طيب نهايه تعريف المقياس لوحده هيبقى تعريف المقياس بيساوي 3، المقياس س ناقص 3 هتساوي مقياس س ناقص 3 اللي جوه المقياس مره بالموجب ومره ايه؟ بالسالب، عشان يبقى س ناقص 3 اكبر من او تساوي 3 اللي هو صفر المقياس، و3 ناقص س اقل من كام؟ اقل من 3، دي اقل من. تمام كده؟ تمام. طيب هنا في الشرط اصلا بتاع الفرع ده كله، الشرط ده مشترط عليا ايه؟ س اقل من 3. اشوف بقى س اقل من 3 هي اللي موجوده هنا ولا موجوده هنا؟ هي اللي موجوده تحت هنا، يبقى عشان كده احنا بنقول هنا لا ينتمي للشرط، يبقى مش هاخد دون، هاخد ده بس. يبقى مكان المقياس كله هعوض عنه بقيمه كام؟ 3 ناقص س. يبقى شكل الداله عامل كده، 2 س زائد 3 ناقص س على 3 ناقص س، دي اللي هي خارجه من بره المقياس، خارجه من جوه المقياس، 3 ناقص س. طيب بتساوي، هتقول لي لا، طب ما هو ده هيروح مع ده يديني واحد، صح، هتبقى عامله كده 2 س زائد 1 و4 زائد س، لما 2 س زائد 1 س اقل من 3، وهنا س اكبر من كام؟ اكبر من 3. تمام كده؟ تمام. طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعيد تعريف، هنشوف الداله، نبحث وجود نهايه لها. يبقى هنعمل ايه؟ عندي لما س تقترب من 3 هنجيب النهايه اليمنى من هنا، وهنجيب النهايه اليسرى من هنا. اليمنى دايما بنجيبها من على اكبر من، واليسرى هنبحثها من هنا من على اقل من، ونشوف. والله لو طلعوا متساويين يبقى الداله لها نهايه، ما طلعوش متساويين يبقى الداله ليس لها نهايه. طيب نجيب النهايه اليمنى للداله،
النهاية اليمنى، هنقول نهاية لما س تقترب من التلاتة إلا على اليمين اللي هي التلاتة دي كده، يبقى ناخد الفرع ده اللي هو 4 س 4 زائد س اللي هو فيه أكبر من 4 زائد س بكام؟ بتلاتة يديني 7. طب نجيب النهاية اليسرى، لما س تقترب من التلاتة إلا على الشمال يبقى 2 س زائد 1، وس بكام؟ بتلاتة. 2 في 3 ب 6 و 1 7 اديتني 7. اذا النهايه اليسرى طلعت بتساوي الايه؟ النهايه اليمنى. يبقى معنى كده ان د س لها نهايه عندما س تقترب من الثلاثه، ونهايتها تساوي كام؟ تساوي 7. طبعا لان ايه؟ النهايه اليمنى هنا طلعت بتساوي ايه؟ النهايه اليسرى. النهايه اليمنى طلعت بتساوي النهايه اليسرى، كل واحدة فيهم بتساوي كام؟ 7. يبقى في الآخر خالص لازم أقول د س لها نهاية عند س تساوي 3، ونهايتها تساوي كام؟ نهايتها تساوي 7، اللي هي طلعت هنا وطلعت هنا. طيب إذا كان د س تساوي برضو دالة ذو فرعين، عبارة عن جا س على س، وس أكبر من أو تساوي أكبر من سالب باي على 2 وأقل من 0، والفرع الثاني فيه جتا س وس اكبر من الصفر واقل من باي على الاثنين. طيب جميل، انت عايز ايه؟ عايز هنا نبحث في ثلاث حاجات. اول حاجه عايز يبحث هل الداله دي، عايز اجيب النهايه بتاعه الداله دي من على الشمال، يعني النهايه اليسرى موجوده هنا، د س تساوي باي على الاثنين اللي هي دي كده، د س دي تعتبر نهايه يسرى، ماشي، وهنا تعتبر نهاية يمنى. جميل، هنا كده نهاية يسرى لأنها أقل من، وهنا نهاية يمنى لأن هي أكبر من. تمام. طب هنا بيقول ابحث وجود النهاية من على س تقترب من باي على الاثنين، فانا هدور فين باي على الاثنين؟ فوق ولا تحت؟ لا تحت هنا. طيب تحت هنا يبقى يمنى ولا يسرى؟ يسرى. ليه؟ لان معايا هنا اقل من س، اقل من س، اقل من باي على الاثنين. طيب بعد هنا كده سالب باي على الاثنين، فين سالب باي على الاثنين؟ في الشرط سالب باي على الاثنين اهو. طيب س اخبارها ايه بيها؟ س اكبر من باي على الاثنين، اكبر من، يبقى دي لها نهايه يمنى، يبقى كده دي لها نهايه يمنى، ودي كده تعتبر لها نهايه ايه؟ لها نهايه يسرى. طيب عايز يبحث وجود نهايه عند الصفر، فين عند الصفر؟ الصفر ده متكرر مرتين. يعني ايه متكرر مرتين؟ يعني النقطه اللي بتغير حولها تعريف الداله اللي هي عند الصفر. يبقى هنا هجيب نهايه يمنى وهجيب نهايه يسرى، هنا اقل من الصفر، يبقى هجيب من عند الصفر هنا مرتين بقى، من عند الصفر نهايه يسرى، وهنا هجيب نهايه يمنى لان س اكبر من الصفر، من عند الصفر هنا نهايه يمنى، يبقى هجيب كام نهايه؟ نهايتين، واشوف لو طلعوا بيساووا بعض يبقى الداله لها نهايه عند س تقترب من الصفر، ونهايتها تشوف هتطلع بتساوي كام. يبقى هنا ايه المطلوب؟ او عشان افهم ايه المساله، ان انا في المطلوب الاولاني هجيب نهايه واحده بس، يا يمنى يا يسرى حسب الشرط. طب في المطلوب الثاني بس هجيب برضو نهايه واحده بس، يا يمنى يا يسرى حسب الشرط. طب في المطلوب الثالث اتلاقيت الصفر هنا متكرر مرتين، يبقى الصفر ده بيتغير حوله تعريف الداله، يبقى انا لازم اجيب الداله النهايه مرتين، اجيب النهايه اليمنى واجيب النهايه اليسرى واشوفهم هيطلعوا يساووا بعض ولا لا. نشوف كل الكلام ده كله هيترجم ازاي. يلا هنجيب الاول النهايه لما س تقترب من سالب باي على الاثنين، وعارفين طبعا ان احنا من الاول خالص قلنا ان هي تعتبر نهايه يمنى، النهايه اليمنى فيها الفرع اللي هو ايه؟ جا س على س. طيب نعوض هنا، واحد يقول لي طب ما جا س على س بتساوي كام؟ بتساوي 1. اقول له لا، ده لما س تقترب من كام؟ س تقترب من الصفر، دي النظريه. امال هنا في ايه؟ قال لي لا، ده س تقترب من عدد، ما هو ده عدد سالب 180 على 2 يعني سالب 90، خلاص عوض عنه، يبقى هشتري الس دي كده واكتب مكانها سالب 90، وهشتري الس دي كده واكتب مكانها هنا سالب 90، يعني سالب باي على الاثنين. تمام كده؟ تمام. طيب هنا السالب بتخرج بره الجا، يبقى سالب جا 90، جا 90 بكام؟ بواحد، يبقى كلها تطلع بكام؟ بسالب واحد. هنا ما ينفعش اي جنبها، يبقى سالب باي على الاثنين، بسط البسط مقام الاثنين تطلع فوق والسالب يروح مع سالب، يبقى هنا كده جبت ايه؟ النهايه اليمنى من عند س تقترب من سالب باي على الاثنين. طب هو قال لي ابحث النهايه برضه عندما س تقترب من باي على الاثنين، واتفقنا باي على الاثنين دي نهايه يسرى.
طب ما هي يسرى الفرع بتاعها بيقول ايه؟ بيساوي جتا س. جميل، يبقى ده س لما س تقترب من باي على الاثنين ان هي اليسرى، يبقى هشتال السين واعوض عنها بباي على الاثنين، يعني 90. 180 على 2 فيها 90، جتا 90 بكام؟ جتا 90 بتساوي صفر. يبقى كده جبت ايه؟ النهايه اليسرى للداله لما س تقترب من باي على الاثنين. نيجي نبحث بقى النهايه عندما س تقترب من كام؟ من الصفر. نقف عنده بقى، نقول الصفر ده اتكرر مرتين، يعني ده نقطه بيتغير حولها تعريف الداله، يعني لازم اجيب لك نهايه يمنى ولازم اجيب لك نهايه يسرى واشوف هيطلعوا متساويين ولا مش متساويين. ادي الصفر، هجيب النهايه اليمنى للصفر، ده لما س تقترب من الصفر هلاقي النهايه اليمنى الفرع اللي فيه جتا س، هنعوض عن جتا س بصفر، س بصفر، يبقى جتا صفر. جتا صفر بكام؟ بواحد. طيب نجيب النهايه اليسرى لما س تقترب من الصفر اللي على الشمال ونعوض في الفرع اللي فيه الصفر اللي على الشمال اللي هو اقل من اللي هو فيه جا س على س. هنا بقى ممكن تقول لي دي كلها بكام؟ تقول لها بواحد، لان هنا الشرط اتحقق بتاعه النظريه. طب اذا النهايه اليمنى طلعت بتساوي النهايه اليسرى، نستنتج ايه؟ نستنتج ان الداله لها نهايه ونهايتها تساوي واحد عندما س تقترب من الصفر، لان النهايه اليمنى طلعت بتساوي النهايه اليسرى. طيب اذا كان ده س تساوي، ادي عند الفرعين بالشرط الاولاني س اكبر من الاربعة والشرط الثاني س اقل من الاربعة، عايز وجود، ابحث وجود النهاية لما س تقترب من كام؟ من الاربعة. طيب هي ايه المشكلة؟ المشكلة ان هنا هجيب النهاية اليمنى لان هنا في اكبر من، وهنا هجيب النهاية اليسرى. طب جميل، يعني هجيب النهاية لما س تقترب من اربعة، لما خمسة على س دي نهاية اليسرى، هتقول لي 5 ماشي على س ب 4، يبقى 5 على 4 تطلع ب 5 على 4، ما فيهاش مشكله. المشكله عندي في المشكله في اللي فوق دي، س زائد جذر س ناقص 6 على س ناقص 4، اتصرف فيها ازاي؟ اتصرف فيها كالاتي، اقول له س دي هنا المقام س ناقص 4. جميل، يبقى هاخد س ناقص من 6 4 زائد جذر س ناقص 2، ما عملتش حاجة، ما هو سالب 2 وسالب 4 يديني كام؟ يديني سالب 6 اللي هي موجودة فوق، بس جزأتها. جميل، طب أجزأ الكسر، يعني خليه كده جسرين، طب ده يتجزأ إزاي؟ تقول لي ده يتجزأ كده، هنا س ناقص 4 وهنا س ناقص 4 وهنا كده س ناقص 4 وهنا جذر س ناقص 2، مفيش مشكلة، أنت لو وحدت المقامات دي هترجع لأصلها دي. تمام، يبقى أول حاجة فصصت الستة بحيث تتوافق مع الرقم اللي تحت ده، 4 وكام؟ يبقى 4 و2، سالب 4 وسالب 2، وبعدين جزأت، أخدت سالب 4 هنا وسالب 2. طب برضه ليه بعمل كده؟ عشان أصلاً الكسر ده كده هيساوي 1، تمام، زائد أنا بجيب النهاية، بجيب النهاية، يبقى هنا كده هنا س، هو المفروض ان هي هنا كده النهايه لما س تقترب من الكام؟ تقترب من الاربعه. جميل، يبقى تحت هنا كده لازم يكون س وناقص واربعه، وفوق س وناقص واربعه. تقول لي امال دي؟ هقول له ماشي، ما هو س دي انا جذر س هتبقى، جذر س هتبقى س اس نص. طب الاثنين، ما هي الاربعه برضه عباره عن 2 اس نص، يعني جذر 2 كده، ما عملتش حاجه، ده هو ده. ليه؟ عشان بقى اقول له يبقى النظريه كده هتساوي نص على 1 في 4 اس نص ناقص 1، واشوف تطلع بكام. دي الفكره بتاعت المساله. نشوف كده خطوات الحل، ادي الخطوات اهو. يلا، مسكت السالب 6 جزأتها، سالب 4 وسالب 2 وقلنا السبب، وبعدين نفصل، يبقى هنا كسرين، س ناقص 4 على س زائد 4 زائد الجذر س، جذر س ناقص 2 على س ناقص 4، برضو مع احتفاظ بالشروط، ده هيروح مع ده. يتفضل هنا عندي س ناقص 4، يبقى لازم يكون هنا في س ناقص 4. طب جذر س، ما جذر س عباره عن س اس نص ناقص الاثنين عباره عن 4 اس نص، يعني جذر 4 تديني 2، ما عملتش كده حاجه رياضيا. لما اجيب بقى، اجي اجيب النهايه اليمنى واجي اجيب النهايه اليسرى، النهايه اليمنى منين؟ النهايه اليمنى من هنا.
خلاص يبقى النهاية اليمنى بتساوي نهاية أربعة الكسر راح مع الكسر يبقى فيها واحد زائد. دي نظرية صح كده؟ النظرية بتقول إيه؟ نص على واحد فيها نص في أربعة أس، نص ناقص واحد يديني كام؟ يديني سالب نص، تطلع خمسة على أربعة. طيب النهاية اليسرى، النهاية اليسرى بنجيبها من أقل من خمسة على أربعة، تعويض مباشر هعوض عن س بتساوي أربعة، تطلع خمسة على أربعة النهاية اليسرى، والنهاية اليمنى تطلع خمسة على أربعة. يبقى إذن ده س لا نهاية، عندما س تقترب من أربعة ونهايتها تساوي كام؟ خمسة على الأربعة. نشوف فكرة كمان، نشوف فكرة كمان. ماشي، عايز يبحث وجود نهاية عندما س تساوي، عندما س تقترب من الواحد، وده هنجيب نهاية يمنى وهنا هنجيب نهاية يسرى. تقول لي والله عشان اجيب النهاية اليسرى سهلة، هقول لك نهاية لما س تقترب من الواحد اللي على الشمال دي النهاية اليسرى 7 س زائد 3، وهعوض على س بواحد يبقى 7 في 1 زائد 3 بتساوي 10. دي سلاوي. امال ايه كل كي عاديا هتصرف فيها ازاي؟ نفس الفكره بتاعت المساله اللي فاتت، س اس 14 ناقص 2 س اس 7 زائد 1. طب ما س اس 14 دي ينفع نحللها لكده لقوسين كده، يبقى س اس 7 في س اس 7، لان س اس 7 في س اس 7 بس اس 14 ضرب ضرب الاسس عباره عن جمعها. طب الموجب واحد يعني عباره يبقى سالب واحد وسالب واحد، تمام. طيب س تربيع ناقص 2 س برضه هحللها، هيبقى هنا كده س وهيبقى هنا كده س، وواحد وواحد، واحد سالب وواحد موجب، جميل قوي. طيب يعني ده يعتبر مربع كامل؟ ايوه يعتبر مربع كامل. يبقى س اس 7 ناقص 1 الكل تربيع على س ناقص 1 الكل تربيع، دي ناقص يبقى هيتساوي. طيب ينفع نجمع الاسس دول في مقدار واحد كده؟ يبقى س اس 7 ناقص 1 على س ناقص 1 الكل تربيع ينفع. طب بنعمل كل ده ليه؟ عشان لما اجي اجيب النهايه بتاع ده يبقى سهل قوي ان انا اقول له يبقى النهايه بتاعت دي، هطبق النظريه، يبقى 7 على 1 في 1 تطلع بكام؟ تطلع ب 7. طيب نشوف كده، يلا حللنا المقدار ده، س ناقص 7 ناقص 1 الكل تربيع على س ناقص 1 الكل تربيع، تمام كده، والفرع الثاني زي ما هو. طيب جمعناهم يبقى س ناقص 7 س اس 7 ناقص 1 على س ناقص 1 الكل تربيع زي ما شرحنا في الصفحه اللي قبل كده، جميل جميل. في الحاله دي بقى ايه هنجيب؟ ايه هنجيب؟ النهايه اليمنى ونجيب النهايه اليسرى. طيب عشان اجيب النهايه اليمنى واجيب النهايه اليسرى هجيب من هنا النهايه اليمنى وهجيب من هنا النهايه اليسرى لانها اقل من. طيب لما احسب النهايه اليمنى يبقى هنطبق النظريه، 7 س اس 7 ناقص 1 على س، وهنا في 1 س تقترب من الواحد، يبقى كده النظريه تمام، الشروط بتاعتها تمام. يبقى نهايه بتساوي 7 على 1 فيها 7 في 1 اس 1 ناقص 1، يعني 1 اس 0 تديني كام؟ 1. 7 اس 2 تطلع بكام؟ ب 49، تمام. طيب نجيب بقى النهايه اليسرى، النهايه اليسرى هتلاقي في 7 س زائد 3، هنعوض تعويض مباشر على س بتساوي 1، يبقى 7 و 1 يديني كام؟ 7 في 1 7 زائد 3 يديني كام؟ 10. النهايه اليسرى طلعت ب 10، والنهايه اليمنى طلعت بكام؟ طلعت ب 49، واضح ان هم مش بيساووا بعض، يبقى اذا الداله ليس لها نهايه عندما س تقترب من كام؟ من 1، لان النهايه اليمنى طلعت مش بتساوي النهايه اليسرى. طيب نشوف فكره ثانيه. إذا كانت ده س بتساوي نفس الحكاية، س أكبر من التلاتة وس أقل من التلاتة، يبقى هنا هنجيب نهاية يمنى وهنا هنجيب نهاية يسرى، تمام. طيب هتقول لي ماشي، ما أنا هعوض عن كل س بكام؟ بتلاتة، يعني هعوض عن س هنا بتلاتة
وعوض عن هنا س بثلاثة وشوف ايه اللي هيحصل. ماشي، بس هنا في مشكلة عندك في الطرف اللي فوق اللي هو النهاية اليمنى. لما اجي اخد جا ينفع ناخد الاثنين عامل مشترك بره في الزاوية، ينفع ناخد الاثنين عامل مشترك بره في الزاوية، يعني هنا كده هتبقى س ناقص كام؟ س ناقص 3 على كام هنا اصلا؟ س ناقص 3. يبقى دي لما اجي اجيب نهايتها لما س تقترب من الثلاثة، من الثلاثة يبقى هتتعدل، يبقى تخلي بالك، يبقى نهاية هنا لما س ناقص 3 كلها كده تقترب من الكام؟ من الصفر. عشان اطبق النظرية لازم اعدل في الشرط اللي تحت. جميل قوي، النظرية هنا كلها تطلع بكام؟ تطلع باتنين، لان ده بيساوي ده، تمام. لكن ما ينفعش، ما ينفعش ناخد الاتنين بره هنا قدام الجا عامل مشترك، لا، دي كلها اسمها الايه؟ دي كلها اسمها الزاوية. الزاوية لما اخد الاتنين اخد اتنين مشترك من الزاوية وتتحط في الحتة دي، لكن ما تخرجش هنا بره، تمام، عشان بس نطبق ايه؟ النظريه. طيب الفرع الثاني ايه اخباره؟ هتقول لي هيبقى عامل كده، اتنين ماليش دعوه دي هي بره الجا، في جا باي في 3 على 6، يبقى هتساوي 2. ينفع نختار نختصر الاثنين مع الستة؟ طبعا لا، لان دي كلها ايه؟ تعتبر زاويه. يبقى 2 في جا باي على الاثنين، ايه اللي حصل؟ اختصرت الثلاثة مع الستة بس، يبقى كأني بقول 2 في جا 90 درجة، وجا 90 درجة بكام؟ بواحد، يعني 2 في 1 تطلع بكام؟ باتنين. النهاية اليسرى تطلع باتنين والنهاية اليمنى تطلع باتنين، يبقى الدالة لها ايه؟ يبقى الدالة لها نهاية. طب تعالوا نشوف. ادي الداله الاصليه اهي كده، يلا هناخد عامل مشترك زي ما قلنا من الزاويه، يبقى هنا كده 2 س ناقص 3 عامل مشترك، وبعدين دي هتتصل، يبقى دي النظريه. وشوفوا ازاي هنا س تقترب من الثلاثه عدلناها، يبقى س ناقص 3 كلها تقترب من الكام؟ من الصفر. عشان يبقى هنا كده في س ناقص 3 وهنا في س ناقص 3، حققت الشرط، يبقى كل ده يخرج بكام؟ يخرج باتنين. هجيب النهايه اليسرى لما س تقترب من 3 اللي على الشمال، يبقى اذا 2 في، هنشتري الس ونكتب مكانها 3، 3 تختصر مع 6 يبقى فيها كام؟ 2، 2 في 2 تضرب بره يبقى كام؟ جا 90، جا 90 بكام؟ بواحد، 2 في جا 90 يعني 2 في 1 تديك كام؟ 2. النهايه اليسرى طلعت بتساوي النهايه اليمنى، يبقى اذا دال س لها نهايه عندما س تقترب من الثلاثة ونهايتها تساوي 2. طيب هنا بيقول بقى ايه؟ اذا كان ده س، اذا كان ده س بتساوي الف زائد جتا س وس اقل من الصفر، وهنا ظ ب على ب س على الف س اكبر من الصفر. إذا كان الدالة دي أصلاً نهاية بتساوي كام؟ 2. نقول تاني، إذا كانت الدالة اللي هو مدهاني دي لها نهاية، يعني هو معترف أصلاً في المعطيات إن الدالة دي لها نهاية. طب استنى بقى، أنت بتقول الدالة لها نهاية، أه، يعني معنى كده إن نهاية س، إن نهاية، نهاية الدالة لما س تقترب من الصفر اللي على اليمين لدالة س بيساوي نهاية لما س، نهاية الدالة لما س تقترب من الصفر اللي على الشمال بتاع الدالة. مبدئيا ده كده هقول له كده هنا ايه؟ بما ان، بما ان، ليه؟ لان انت قلت لي اصلا، قلت لي اذا كانت الدالة دي لها نهاية. جميل، طب نهايتها تساوي كام؟ نهايتها بتساوي 3، يعني معنى كده ان النهاية اليمنى دي هتساوي 3 والنهاية اليسرى دي برضو هتساوي كام؟ 3. عشان كده الطرف الايمن طلع بيساوي الطرف الايسر، يعني النهايه اليمنى بتساوي الطرف النهايه اليسرى، يبقى الداله لها نهايه. لو احنا مشينا كده، احنا كل مره بنمشي كده في المسائل، لكن هو جابها لي العكس، هو قال لي ايه؟ الداله اصلا لها نهايه، يبقى همشي كده. اقول له بما ان الداله لها نهايه يبقى النهايه اليمنى بتساوي النهايه اليسرى. طب النهايه كمان بتساوي 3، اقول له حلو، يبقى النهايه اليمنى بتساوي 3 والنهايه اليسرى بتساوي كام؟ 3. طيب جميل، طيب نجيب النهايه اليمنى ونجيب النهايه اليسرى. النهايه اليمنى هتبقى نهايه
هتبقى نهايه لما السين تقترب من الصفر اللي على اليمين اللي هو فيه اكبر من، صح كده؟ هتبقى ظا ب س على ا س بتساوي، دي النظريه، يبقى هتساوي ب على ا. جميل. طب نجيب النهايه اليسرى، يبقى نهايه لما س تقترب من الصفر اللي على الشمال فين؟ اللي هي فيها اقل من، اللي هي ا زائد جتا س، يعني هتساوي ا زائد جتا صفر، ودي النهايه لما س تقترب من الصفر اللي على الشمال، يعني هتساوي ا زائد جتا صفر بكام؟ جتا صفر بواحد. جميل. يبقى دي النهايه اليمنى ودي النهايه الايه؟ اليسرى. طيب كل من النهايتين بيساوي كام؟ بيساوي 3. يبقى هنا بيساوي 3 وهنا بيساوي كام؟ وهنا بيساوي 3. جميل. لما ا زائد 1 بتساوي 3، يبقى ا هنا بتساوي كام؟ يبقى ا بتساوي 2. جميل. طيب لما ب على ا هنا بتساوي 3، يبقى ب على ا بكام؟ ب2. يبقى هنا 2 بتساوي كام؟ بتساوي 3. يبقى ب بتساوي كام؟ يبقى ب بتساوي 6. وهو تعالوا نشوف كده خطوات الحل تاني. ادي دلتين وهو قال الداله لها نهايه ونهايتها بتساوي 3. اقول لي معنى كده ان النهايه اليمين بتساوي النهايه الشمال لما س تقترب من الصفر اللي على اليمين وس تقترب من الصفر اللي هي اللي على الشمال، وكل واحده فيهم بتساوي 3. هجيب النهايه من على اليمين، من على اليمين، وزي ما شفنا قبل كده طبقنا النظريه، يبقى تطلع كام على كام؟ هنا في ب يبقى تطلع ب على ألف، ب على ألف اللي هي ب على ألف. تمام. طيب نجيب النهايه اللي على الشمال، يبقى ألف زائد جتا، هنحط هنا بصفر، يبقى جتا صفر، جتا صفر كلها بكام؟ جتا صفر كلها بواحد، يبقى ألف زائد واحد. جميل. رقم واحد هنا كده النهايه الداله دي لها نهايه والنهايه بتساوي كام؟ 3. يبقى واحد دي هساويها بكام؟ ب 3، و2 دي هساويها بكام؟ هساويها ب 3. واحد هساويها ب 3، يعني معنى كده ان ا زائد 1 بتساوي 3، يبقى ا بتساوي 2. طب هو عايز يجيب ب، طيب ما ب على ا اصلا بتساوي كام؟ ب على ا بتساوي 3. جميل. يبقى هضرب طرفين في وسطين، يبقى 3 ا بتساوي ب. جميل. طيب ا لوحدها بتساوي كام؟ ا بتساوي 2، انا جايبها من فوق من هنا. يبقى ب بتساوي كام؟ 2 في 3 ب 6، د س بتساوي 3 زتا س على باي على 2 ناقص س، وس اقل من باي على 2، وجا س زائد 2 وس اكبر من باي على 2. عايز يجيب ايه؟ عايز يشوف يبحث النهايه بتاعتها. طيب عايزين نجيب النهايه بتاعت الداله دي كده عندما س تقترب من باي على 2. جميل. هتقول لي هجيب النهايه اليمنى وهجيب النهايه اليسرى. طب النهايه اليمنى لما اجي اعوض في النهايه اليمنى هتبقى عامله كده، نهايه لما س تقترب من باي على الاثنين اللي على اليمين اللي فيها جا س زائد 2، يعني هتساوي س بكام؟ بباي على الاثنين. باي على الاثنين يعني كام؟ يعني 90، يعني جا 90 زائد 2، جا 90 بكام؟ بواحد، زائد 2 يبقى تطلع بكام؟ يبقى تطلع ب 3، دي ما فيهاش مشكلة. طيب نهاية لما س تقترب من 2 باي على ال 2 اليسرى فين؟ فوق اللي فيها أقل من، هتبقى 3 زتا س على باي على 2 ناقص س. تقول لي ماشي، يبقى دي كده نهاية لما س ناقص باي على الاثنين تقترب من الكام؟ الصفر. ليه؟ لأن المقام اللي عندي فيه باي على الاثنين ناقص الصفر، يبقى الزاوية لازم يكون فيها باي على الاثنين ناقص الصفر. تمام كده؟ تمام. طب ايه هنا بقى؟ زطا. طب هل الزطا دي لو انا حطيتها هنا مش هتغير المعادله؟ لا هتغير.
هي الزتا سين اصلا بتساوي ايه؟ دي في الربع الكام؟ في الربع الاول، يبقى ممكن اقول كده بتساوي ظا 90 ناقص سين، لان ظا 90 ناقص سين بتساوي زتا سين. كده بقى اخدت شكل الايه؟ النظريه. يبقى ممكن اقول له كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 1 مضروب في الثلاثه اللي هناك دي، هنا كده 3 في 1 بتساوي كام؟ بتساوي 8. ادي خطوات الحل. طلعت النهايه اليمنى بتساوي النهايه اليسرى، يبقى معنى كده د س لها نهايه ونهايتها بتساوي باي على الاثنين، عندما س تساوي د لها نهايه عند س تساوي 90 درجه، ونهايتها تساوي كام؟ وتساوي 3. وبكده أعزائي الطلبة نكون انتهينا من تدريس درس اليوم اللي كان عنوانه نهاية الدالة عند النقطة من فرع التفاضل. ما تنسوش تحت الفيديو هتلاقوا فيه 3 لينكات، اللينك الأول بيتكلم على شيت أسئلة، اللينك الثاني بيتكلم على شيت الإجابة بتاعه، اللينك الثالث بيتكلم على اختبار تفاعلي لنظام الورقة الامتحانية الأخيرة، يعني الاختبار هتمتحنه على التابلت، هيكون بنفس النظام الآتي. الاختبار هيكون ليه وقت معين للإجابة، الاختبار هيبقى فيه درجة بيصحح إلكتروني، في نهاية الاختبار هتلاقي الدرجة موجودة عندك عشان تقدر تقيم مدى استيعابك واستفادتك من موضوع الدرس. وإلى اللقاء مع درس آخر.